هذه غنائم أطفال لواء الإخلاص وأحرار الشام وأنصار الشريعة أنصار الخلافة صقور السنة وجيش التوحيد من حاجز البجارية في الحسكة وتم تحرير الحاجز بالكامل واغتنام مضاد 23 صبطانتين ودوشكة 14.5 و 12.5 عدد 2 ولله الحمد والمنة الله أكبر والعزة لله الطالب لواء الإخلاص الحسكة تحرير حاجز البجارية وغنائم الأبطال من الحاجز سجلني ما تحكي لي حكي سجلني ولا يكتب صندوق